هلا، أنا ثامر من قناة ميجا فيلم، واليوم راح نقدم لكم الجزء الثالث من سلسلة أفلام الذكاء والتلاعب بالعقل. السلسلة يجيب فيها أفلام جدا ممتعة وأفلام ذكية وتعجبكم. لا تنسى تعطي هذا الفيديو لايك وبكون شاكر لك، وإذا عندك أي فيلم أو أي مسلسل اكتبه تحت بالتعليقات. روح الآن ثلاث فايزين نهاية المقطع القادم. C'est celle-là qui est dans votre boîte noire. أحياناً الحقيقة شيء مو لازم تعرفه، وإذا وصلت له في وقت من الأوقات راح تكون عواقبه وخيمة. آرثر صار له حادث، وخلال غيبوبته قاعد يتذكر أشياء كثيرة وبأصوات وشفرات غريبة وجمل أغرب. بعد العملية يصحو، وقالت له الممرضة: كتبت كل اللي قلته خلال غيبوبتك في ورقة. يبدأ آرثر في البحث عن الحقيقة المرعبة. فيلم صعب تتوقع أحداثه وغموضه ممتع جداً. Nothing prepared them for this. Check out this tip we got about our website. Is this real? We're streaming live. فيلم حلو صعب تتوقع أحداثه. تخيل أن في شخص يقوم بعرض فيديو لضحاياه أمام كل الناس، وإذا وصل إلى رقم مشاهدات معين يبدأ في قتله. الغموض في الشرطة اللي مو قادرة تعرف مكانه وليش يسوي كذا. فترى وش راح يصير في هذا الفيلم الغريب. This little girl heard her parents say they're going to send her to hell. I'm scared. أحياناً إذا جيت تشاهد الفيلم تقول أنا أعرف الشخصية الطيبة والشخصية المجرمة. فيلم يصدم وما راح يخليك تعرف كل شيء. في موظفة تابعة للرعاية قالوا في بنت صغيرة قاعدة تتعرض للعنف من قبل أهلها. تروح وتتفاجأ بالعائلة وبتصرفاتهم الغريبة، والمشكلة كأنهم خايفين من الطفلة. فترى ليش قاعد يسوون كذا وما سر أحداث هذا الفيلم الغريب باختصار. Yeah, I think that's good. Hello? Whoa, fascinating. Tell me. فيلم غريب جدا، وتقدر تاخذ رسالة جميلة منه. يتكلم عن زوجين دائما تصير لهم مشاكل وما هم متفاهمين، يقررون الذهاب عند دكتور نفسي. ولكن تبدأ قصة الفيلم أول ما يعطيهم ورقة فيها مكان للترفيه عن نفسهم، وقال لهم: جوني ناس كثير نفسكم وعطيتهم هذا الشيء وما شفت وجههم بعد هذا الأمر. فترى ما سر هذا المكان الغريب بالضبط. For you the very best of the human experience. It's alive. An empty vessel. If we do this, there's no turning back. شوفوا أي فيلم أحطه في هذه القائمة أعجبني. طيب خلوني أقول لكم القصة الغريبة. تخيل في شخص غني جدا، من كثر ما هو غني ما يبي يموت. ترى في ناس كثير زي كذا. المهم هذا الإنسان اتفق مع شركة بعد ما عرف أنه مصاب بالسرطان ويمكن يموت، وهذه الشركة تنقل عقله إلى جسد إنسان آخر. الشركة ذي تحتفظ بأجسامهم، ولكن الأمر ما يوقف هنا. تبدأ قصتنا أول ما يسوون التجربة، ولكن ما حبيت أحرق عليكم الفيلم. فيلم قصته غريبة ولازم تكون من مشاهديه. في شقة غريبة بمعنى الكلمة دخلها 56 شخص كلهم ماتوا. شيء مرعب. ولكن كيف لو قلت لك في شخص قرر يتحدى هذه الشقة ويقرر دخولها؟ فترى وش راح يصير له، وهل سيكتشف لغز هذا المكان المرعب أم لا؟ So let's go sailing. الفيلم اللي من حالات الألغاز اللي فيه تتمنى انك تشاهده اكثر من مرة. فيلم غريب وحلو صعب تمل منه. تخيل في اشخاص صارت لهم حادثة في البحر، ولكن يجدون سفينة كبيرة جدا، يقررون الذهاب لها، ومن هنا تبدأ الأحداث الحماسية. تبدأ أحداث حماسية تخليك تحاول وحل لغز هذه القصة الغريبة. Our car won't start.
What are these? Those are dog tags, in case I get lost. Can I have them? Yeah, you can have them. غموض هذا الفيلم جدا ممتع، والفيلم قصته لوحدها تشدك للمشاهدة. في جندي رجع إلى دولة علشان إصابة خطيرة، ولكن الأمر ما يوقف هنا. يرسل عن طريق الخطأ إلى مستشفى الأمراض العقلية، مما قد يجعله فار للتجارب. ترى ماذا سيحدث وما هو اللغز المحير في هذا الفيلم؟ There was a storm. It was an accident. We had an accident. And we got stuck and we couldn't get out. We couldn't get out because of the storm. من الأفلام الغريبة واللي ما تقدر تتوقع أحداثها عجبتني جدا، وقلت هذا الفيلم لازم يكون ضمن أفلام الذكاء، غموضه مرة حلو. تخيل إن في 10 أشخاص فجأة صارت لهم أحداث مترابطة وانتهى بهم الحال في أحد الفنادق المهجور، ولكن الأمر ما يوقف هنا. حياتهم مهددة أول ما يوصلون للفندق، فالسؤال ليش مهددة وما قصة الغموض في هذا الفيلم الممتع؟ What if I could put him in front of you? The man that ruined your life. Would you kill him? في شخص اكتشف سر غريب وهو السفر عبر الزمن، واللي يحاول يجتاز مهمة صعبة جدا، يتعاون مع الفتاة اللي تحاول مساعدته في حل هذا اللغز. لا تشاهد هذا الفيلم إذا كان فيك نوم أو كنت متعب، لازم تركز علشان تستمتع بهذا الفيلم الجميل. Casting on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out.